The Pioneer هو أحد الكتب الخارجية اللي بتعامل مع منهج English Word for Grade 3, 4, 5 and 6 وده المنهج المعتمد في بعض الـ International Schools أو Experimental Schools اللي هي المدارس التجريبية. أحد أهم المميزات اللي بتميز كتاب The Pioneer عن أي كتاب تاني موجود في السوق هو إن كل يونت متقسمة حسب الـ Skills in the People's Book Reading, Grammar, Grammar and Conversation, Spelling, Class Composition and Listening وكمان Use of English اللي موجود في الـ Workbook وده هيسهل عليك كطالب وكولي أمر متابعة اللي بيتاخد أول بأول في الدروس. طريقة عرض الكلمات الجديدة أو Vocabulary بالـ Definition بتاعها وكمان موجود معنى الكلمة بالعربي وبالإنجلش. تدريبات متنوعة على كل سكيل. شرح تفصيلي للجرامر بطريقة مبتكرة. امتحان في آخر كل يونت مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية. أسئلة مفصلة خاصة بالستوري حسب كل جريد. واحنا بنوصي بكتاب The Pioneer لأنه هو الكتاب الوحيد اللي بيتضمن Out of the Box Ideas for Dialogues, Comprehensions and Paragraphs. وفعلا الكتاب بيغطي كل الفوكاب كي ان اكسترا وده بيسهل على اولادنا حل سؤال empty question or underline the correct answer. بالنسبه لسؤال الري رايت بيمثل صعوبه لمعظم اولادنا, ذا باينير بيقدم كل الروت بالطرق المختلفه اللي ممكن تيجي بيها, فبالتالي بتسهل على اولادنا حل السؤال ده وبنساعدهم على التفكير مش مجرد الحفظ. ذا باينير بيقوم بتدعيم ثينك سكيلز عند اولادنا من خلال سؤال الكومبريهنشن وده بيساعدهم على التفكير مش مجرد كوبينج ذا انسر. The Pioneer بيقوم بتدعيم writing skills عند الولادنا من خلال تقديم topics المختلفة سواء related للunits أو life situations. We promise to feel the difference, practice every word or grammatical rule mentioned in this set of books, simplify information, practice all the questions according to exam specifications. Choosing our books is a great honor. Wait for our new edition. Follow and contact us on our page. We'll be glad to answer all your queries.